منهج التعليمي شنو هو في التعليم النظامي؟ على قد ما جبتي نقطه طالعه على قد ما انت مزيان. تقدر تكون ولد الحرام من فعيلك مقطر ما تتسواش في دربكم الصلاه، ولكن نقلتي عليمن وضربتي على اليسار وخلوتي شويه لقدام وحفظتي شي بركه اللور وجبتي 16 ونص. بالنسبه للناس انت واعر. وبداو تيعطيونا واحد المجموعه من الشعب، وهذا قد ذكرته اظن السنه الماضيه هنا نيت في المنبر نيت، وبداو تيعطيو الناس واحد المجموعه من الشعب. انا غندخل في لي زانجينيور ما يتقلقوش، غداو دوك يعطيونا واحد المجموعه من الشعب على اعتبار انها شعب النخبه. هادو هما المخاخ اللي هما الشعبه ديال سيونس مات. تنعرفين ريوسهم المخاخ تبارك الله وصنع. انا قال لك الشعبه ديال سيونس مات العلوم الرياضيه هذه ما كيديرها الا عليه القوم من الجانب العقلي، وكاين تحت منهم يعني 16 15 16 17 كدوز سيونس مات، وكاين تحت منهم يعني بنو ادم هما سيونس اكس، كاين بنادم وتتبقى المخلوقات التي لم تكمل تطورها بحسب داروين اللي هما حنا اصحاب الادب. هذا شنو خرج لينا؟ هذا خرج لنا واحد ماشي جيل ماشي جوج ماشي اربعه ماشي سته ماشي ترسانه ديال الاجيال تعتقد ان هذوك اللي قدمهم لنا النظام التعليمي ديالنا الفاشل على اعتبار انهم فعلا هم عليه القوم، صرنا نعتقد انهم هما فعلا عليه القوم وصرنا نقارن انفسنا بهم، فبداو كيبان لنا دوك الناس باللي راه الا ما درتيش فحالهم راك فاشل، دير اللي درتي راك فاشل.